السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام يتعلق بملف التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات من حقول النفط جنوب العراق، إذ تناولت العديد من التقارير الصحفية آثار الغازات والأدخنة المنبعثة من حقول النفط في جنوب البلد وما تخلفه من تلوث بيئي يتسبب بأمراض للسكان القريبين من تلك المنشآت، مشيرة التقارير إلى أن هناك ما يقرب من 1,190,000 شخص في العراق يعيشون على مسافة كيلومتر واحد فقط من عشرة حقول نفطية في الأقل تنبعث منها أدخنة لحرق الغاز المصاحب. وذكرت التقارير أيضا أن حالات الإصابة بالسرطان في العراق تشهد تزايدا مستمرا، وفي كثير من الأحيان يتم تشخيص حالات أورام سرطانية حيث يعزى الأمر عند العلاج إلى أسباب بيئية متعلقة بالتلوث وليست أسبابا وراثية أو أسبابا صحية أخرى. طبعا تشير التقارير أيضا أن ممارسات حرق الغاز في حقول النفط العراقية تكون بشكل مستمر، وغالبا ما نرى لهيب النار والأدخنة المنبعثة من تلك المناطق من مناطق التعدين. وأضافت أيضا التقارير أن المشكلة معروفة ويعاني منها الناس، ونسمع بين حين وآخر حدوث حالات جديدة من السرطان يصيب صغارا ونساء ومسنين. طبعا لفتت التقارير أيضا إلى أن ما يعرف بعملية حرق الغاز المصاحب هي ممارسة تحدث في حقول النفط تشتمل على حرق الغاز الذي ينبعث من استخراج النفط الخام ولا تتم الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال. طبعا أوردت أيضا التقارير أن هذه المادة المنبعثة تولد لهيبا من النار يتم التخلص منها عبر أبراج تبدو واضحة للعيان من على مسافة عدة كيلومترات. في هذا السياق حذر أحد الناشطين من محافظة البصرة من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطان بسبب انبعاثات الغاز من حقول النفط في المحافظة وسط شحة الأدوية وقلة المراكز الحكومية المختصة لمعالجة الأورام السرطانية. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام. نفط نفط البصرة، هاي الكذبة شيلوها، النفط نفط السياسيين، زعماء الكتل جاي يسبب سرطان، قتل أطفالنا، قتل أبهاتنا، قتل أبنائنا تحت أنظار الحكومة المحلية بني العباس، مو نفط العراقيين. هذا شوف النفط باتجاه البصرة بالتلوث البيئي وجاي يسبب سرطان، قتل أطفالنا، قتل أبهاتنا، قتل أبنائنا تحت أنظار الحكومة المحلية والمركزية. وأنا بالبصرة أعاني، ما عندي مستشفى للسرطان ولا عندي مستشفى للفشل التلوي وغزانة بسبب هذا التلوث، وبالتالي 14 نوع علاج معالج ما سرطان ما عندي. وين جاي تروح أموال هاي الحقول النفطية؟ السيد وزير النفط يفترض هذا الغاز اللي جاي تحرقه يكبس ويعاد تدويره ونطيل المحطات الكهربائية أحسن ما نستورد غاز سنويا للكهرباء بالبصرة. شو محصل أنا بالمقابل من هذا النفط؟ يوميا 5 ملايين برميل ننتج نفط. تفضل هاي البرجسية، تعال يا زميل مصور، أو هاي الرمويلة باتجاه النفط. هاي الشعلات بمجرد ما تعبر مطار البصرة وصلت الشعلات، قبل بالرمويلة أشوف التلوث بالرمايلة بعيد، هسه وصل بيم المطار التلوث أهل البصرة. راح يقتلكم وكلام الله، بالله عليكم بذاك الوقت النظام السابق مو صدفة نشوف إنه واحد ميت بالسرطان أو مصاب بالسرطان. ليش هسه السرطان حدث ولا حرج؟ أنا عندي طابقين مركز أورام مساحة 60 سرير، ما جاي يستوعب الأعداد مال المصابين جاي يكسره. ولكم أهل البصرة أوعوا بالعباس ياكلكم ويطرق أبوابكم، وحق هذا الله. مستمرنا مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر إلى محافظة النجف هذه المرة، حيث
سلط أحد الناشطين الضوء على كارثة بيئية ولكن من نوع آخر، حيث قال إن قرابة 20,000 جاموسة تخوض يوميا في نهر المشخاب من دون أي رقابة وبصورة فوضوية وبإهمال من قبل السلطات المحلية، لما يمكن أن تخلفه هذه الحيوانات أو هذه الدواب من أمراض للأهالي الذين يعتمدون على هذا النهر كمصدر أساسي في عملية الحصول على الماء. دعونا نشاهد. أمام أعلى سلطة تنفيذية بالنجف وهو المحافظ يوسف قناوي ونواب المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة، وبدون مجاملة للجميع وإلى أعضاء مجلس النواب الـ12 في محافظة النجف، أنا أنقل لكم كارثة بيئية ومصيبة واقع على رؤوسنا صار 20 سنة. تفضل غاد اسحب النجوم. منك أبو علي من النهاية. شوف هاي الأعداد الجاي تجي. طيني بقى. أمام مدير صحة النجف ومدير بيئة النجف وكل شريف في النجف، الرقابة، الأمن الوطني، وكالة الاستخبارات، أي مسؤول، إحنا أمام طامة كبرى 20,000 راس دواب ينزل للشط الصبح والعصر. إيش قد فضلاتهن؟ أجلكم الله حش السامع بلغة هنة، كم سرجينة يومية؟ إذا كل دوابة كيلو 20,000 كيلو معناه 20 طن، 20 طن في 30 يوم يعني آلاف الأطنان يومية تجينا المشروع الماي والكل يتفرج. قام مقام المناظر أستاذ أياد، أنت أمام مسؤولية كبرى لوضع حد. قام مقام المشخاب أستاذ عبد الخالق، الدوائر الصحية والرقابية شنو دوركم؟ أكثر من 200 حالة سرطانية، أطفالنا ونسواننا وشيابنا تدمروا. هذا الواقع قدامكم، هذا اللي يشرب منه الماي. شوفوا شوفوا جاي تنزل الأعداد المخيفة. من المسؤول؟ هاي الأرض اللي قاعدين بيها الدواب، هاي أرض تابعة للآثار، واكو شكوى رسمية. من المطمطمها ومعطلها لأغراض انتخابية؟ خلينا نشوف المسؤولية أمام منو. اليوم احنا تجرأنا وباشر نتجرأ نطب هذا المكان اللي أصلا وممنوع واحد يطبه، بس طبينا، المصلحة العامة تقتضي وجاي نسمم، أمراض سرطانية جاي نموت. خلينا نشوف محافظ النجف يترك شارع المدينة وتسعيرة المولدة اللي ما جينا نهار الثيانات لا نزلت تسعيرة المولدة ولا شارع المدينة صار زين. نتابع الآن مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. علي الفتلاوي يقول: قبل فترة من الزمن أرادوا يشيلوهم من هذا المكان، لكن بالاتفاق مع أحد نواب مجلس المحافظة السابقين تم تثبيتهم بهذا المكان مقابل أصواتهم الانتخابية. طيب، لدينا قاسم الزاملي يقول: ملحوظة مهمة، يجب على الرقابة الصحية وضع حد لهذه الكارثة البيئية. هناك تعليق لدينا من زيد يقول: والله كارثة، هاي مشاريع الماء كلها تسحب منها أكثر الأمراض من هذا التلوث. أيضا ضمن التعليقات مشاهدينا الكرام، أحمد حسين مرزوق الرماحي يقول: أكثر من 15 سنة الجميع ينادي ولا يوجد حل، أو لم يوجد حل، هكذا يقول. فائز مالك الفتلاوي يقول: والله أذية، المفروض أكون مسؤولين هم يطالبون بهذا الشيء، لأن هاي تتعلق بحياة الناس، إضافة للنفايات الموجودة داخل الأحياء وتنبعث منها روائح كريهة ومتحللة، يجب الوقوف على هذا الجانب. آخر تعليق لدينا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام من صالح محمد سلام يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على وزارة النفط، شركة نفط البصرة، وخاصة لما يحصل من تلوث الهواء في البصرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. بينما تعاني شوارع أغلب المحافظات العراقية من الرداءة والإهمال، وثق أحد الناشطين أو سلط الضوء على ملف فساد مشاريع الطرق، حيث أفاد أنه في محافظة البصرة أن هذه المحافظة أو إدارة المحافظة خصصت 3.5 مليار دولار من أجل عملية صبغ الأرصفة أو دهن الأرصفة والجزرات الوسطية والعلامات الأرضية بشوارع مركز محافظة البصرة. يرى
بأن هناك فساد في هذا الموضوع. دعونا نشاهد لماذا خصص هذا الرقم المبالغ فيه من وجهة نظر الناشط في عملية دهن فقط الأرصفة والشوارع. لنشاهد. أخوان السلام عليكم. أخوان شايفين هذا صبغ أرصفة شوارع البصرة؟ هذا صبغ أرصفة شوارع البصرة وصبغ الجزرات الوسطية. هذا المشروع قيمته 3.5 مليار. أنا بعد ما خاطب الجهات الرسمية ولا الجهات الرقابية لأن ملينا، ما حد يشتري الكلام، بس نعطي معلومات للشعب البصري. كلفة هذا المشروع صبغ أرصفة شوارع البصرة 3.5 مليار، وعندك الإحسان 3.5 مليار. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر، وتحديدا هذه المرة إلى محافظة ديالى، إذ سلط أحد الناشطين الضوء على معاناة المواطنين مع الجسر الذي يربط بين منطقة برغة والتحرير، حيث أنه يعاني من تهالك الأساسات، ما يشكل خطرا على حياة المواطنين وسط مطالبات بضرورة الصيانة العاجلة أو إنشاء جسر بمواصفات نظامية. لنشاهد. عليكم. اليوم أنا أتواجد في منطقة التحرير، بالتحديد على الطريق الحولي يم الجسر أو العبرة الوحيدة اللي بين منطقة التحرير ومنطقة فرغة. هذه العبرة اليوم الأساسات مالتها من البلوك اليوم بدأت تنهار. هذا العبرة تعتبر الوحيدة لأهالي منطقة برغة على التحرير والطريق الحولي، اليوم يستخدم من قبل المشاة ومن قبل أيضا أصحاب الدراجات. هذا الجسر البسيط اليوم يعني ممكن ينهار في أي لحظة، ممكن إذا انهار ممكن يسبب لنا أيضا كارثة. اليوم مطالبات من قبل الأهالي بصيانته أو وضع جسر أصولي رسمي حتى الناس تقدر تعبر عليه بكل أمان، لأن حاليا الجسر أي أمان ما بيه، أي سلامة ما بيه. البلوكات اللي منصوبة على ضفاف البزل اللي موجود ممكن تنهار في أي لحظة. يوم التحذيرات من قبل الأهالي وخوفا على أولادهم اللي يعبرون على هذا الطريق، أنه يا ريت من الحكومة أنه تعالج هذا الموضوع وتوضع إلى حلول قبل ما تحدث أي كارثة لا سمح الله. مشاهدينا، نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أيضا لدينا في موقع فيسبوك أبو رفل يقول: بارك الله بك، بس من يسمعك؟ لا توجد مراقبة ولا اهتمام بالمشاريع الخدمية، كل المسؤولين من البيت إلى المكتب وإلى المناسبات، أما خدمات المواطن ما يعرفون عنها شيء. تعليق لدينا من قاسم القيسي يقول: المفروض تكون قنطرة تعبر منها السيارات. طيب، لدينا محمد جواد المحمداوي يقول: أسعد قاعد نايم، الحديث عن محافظة البصرة، يقول: بس صبغ 3.5 مليار، الله يهلك كل فاسد وحرامي ومرتشي. تعليق لدينا من علي فهد يقول: هي حكومة الفاسدين أولا، نقطة، السفلة، هكذا وصفهم علي. في تعليق من عدي عدي يقول: للأسف والله حرام الصرف، ما يسوى لا تنظيف ولا معالجة. وآخر تعليق لدينا في هذا الموضوع من إسماعيل الياس يقول: نطالب الجهات المعنية بنصب مجسر رسمي، شنو ذنب الأطفال والنساء؟ من يتحمل مسؤولية الجسر إذا لا سامح الله انهار في الأطفال أو النساء أو كبار السن؟ نتمنى من الجهات ذات العلاقة اتخاذ القرار بسرعة. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام الآن لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، الخدمات تتوفر عندما يكون مسؤولين حريصين على بلدهم، حريصين على مواطنيهم، لكنه اليوم احنا ما عندنا المسؤول اللي قلبه يحرقه على 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 راحة المواطن، على الخدمة اللي يقدمها المواطن. بس لما اشوف جسور
يعني متهالكة وخطرة بنفس الوقت ومليارات جاي تصرف. يعني شنو هذا التفسير؟ إذا إحنا اليوم ما عندنا ناس اللي تقود البلد. يعني أكو شلة من التافهين، شلة من الجهلة اللي يقودون لك البلد ويتعاركون على مسائل اللي تخصهم. يعني إحنا قبل كم يوم شفنا اللي هم يقولون عنهم ممثلين الشعب وتعاركوا بالبرلمان، شوفهم يتعاركون على عيد الغدير عطلة ومو عطلة. يا أخي إحنا هذه المسائل ما تهمنا، لا تهمنا عيد الغدير، وخلينا نحكي وياك. أنا حتى خاف واحد يسمعني، هذا ترى يعني أهم الطاقة الشرعية. أنتم الدستور يقول الـ 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 يعني الشعب هو صاحب الرأي. إحنا كشعب أخذوا رأينا، أخذوا رأينا هاي المسائل التافهة اللي تخلق عداوات بين أبناء الشعب الواحد. إحنا أنا ما شنو دخلي أنا بعلي بن أبي طالب نصب الرسول يوم نصبه؟ شنو دخل عيد القدير؟ يا هاي المسائل إحنا. طيب أنا بس إذا تسمح لي سيد عبد الرزاق، نعم إذا تسمح لي أريد حتى لا نتفرع بالطرح، راح أجي وياك وحدة وحدة نأخذهم باختصار شديد وبتعليق منك. الحكومة الحالية وصفت نفسها بأنها حكومة خدمات، والأحزاب ووسائل الإعلام المؤيدة لهذه الحكومة ولهذه الأحزاب تقول بأن محمد الشيع السوداني قائد المرحلة ورجل المرحلة، وهو يؤدي ما لم يؤديه الرؤساء الوزراء السابقين فيما يتعلق الموضوع بخدمات. لكن احنا نسأل كيف يمكن تطبيق مشروع الخدمات أو تحقيق هذه الجملة اللي هي حكومة الخدمات إذا كان المحافظ في المحافظات العراقية، المحافظين طبعا هم جاءوا بناء على الواسطات والعلاقات والمحسوبيات ونظام المحاصصة وليس على أساس الكفاءة والمهنية؟ كيف للمحافظ الذي يستلم مخصصات المحافظة من الميزانية أن ينفذ فيها المشاريع الخدمية بالشكل الصحيح، خاصة وأن هو جاء عن طريق أحزاب متهمة بالفساد؟ ما الذي يضمن لحكومة السوداني؟ أليس من المفترض بالسوداني أن يبدأ بتنظيف الفاسدين أولاً وبتنظيف المحافظات من الفاسدين الذين يقودونها، ثم بعد ذلك الإتيان بوطنيين نزيهين شرفاء مستقلين وتسليمهم هذه الميزانيات في سبيل تحقيق المشاريع؟ هو ده يبني على أساس خاطئ. أخي أقول لك الكتاب ينقرأ من عنوانه مو صحيح؟ نعم. محمد السوداني هو منو اللي جابه؟ احنا خلينا نعرف البديهيات الاسس، منين اجى محمد السوداني؟ محمد السوداني سوى انقلاب او تغيير للحكومه وهو اجى له، الاحزاب هي اللي جابته، وهم بيناتهم الصارعون، هم بيناتهم الخلافات والنزاعات بيناتهم اخي على المكسب المكاسب الماليه، اما مو خلافاتهم على مود المواطن ويقدمون المشاريع خدميه، هذه بعيده عنهم، بعيده عن فكرهم. اخي ذولا يفكرون مصالحهم يعني حضرتك تعتقد بانه ما يقوم به السوداني هو مجرد استعراضات وحلول ترقيعيه للازمات الموجوده في العراق؟ اكيد. طيب اكيد يعني نعم. احنا يعني شنو السبب من هكذا اسئله سيد عبد الرزاق؟ شنو السبب من طرح هذه نعم. هذا النوع من الاسئله؟ هناك من لا يزال يعتقد او يعني اصابه الوهم أنه هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها، وكأن السوداني في نظر البعض فئة قليلة من المجتمع العراقي من لا يزالون يصدقون هذا الكلام، أن السوداني هو حكومة أو هو رئيس حكومة بمعزل عن الأحزاب المتنفذة والدولة العميقة وسلاح الميليشيات ونظام المحاصصة الطائفي. هناك من يصدق بأن السوداني مستقل بقراره، صاحب السلطة، هو الذي يأمر وينهي، وليس كما تفضلت قد جاء عن طريق التزكية من قبل هذه الأحزاب. ولذلك نحن نوجه هذه الأسئلة دائما لهؤلاء. نعم. حكومة السوداني ما تختلف عن بقية الحكومات، حكومة السودان كسابقاتها. خلي بالك يعني حكومة السوداني نفس اللي حكومات اللي سبقتها. أما شلون يقدم خدمات، هذا شو إعلامي أستاذ محمد؟ هذه تنطلي على الإنسان الساذج الأبلة، أما الإنسان اللي صاحب الفكر الواعي اللي يقف
يعرف المخططات مالتهم. اليوم الانسان يعني يقول ليس اللي ما يشعر بامسه هذا مو انسان يعني صاحب فكر وصاحب عقل. طيب هسه انا اريد اروح وياك الى جزئيه ثانيه حضرتك تفضلت طرحتها، راح نتناقش بها نقاش سريع باختصار، لانه سبق ويعني تم الرد على هذه الدعوات من قبل جهات كثيره. هناك بعض الجهات في العراق، جهات طائفية، تسعى لترويج فكرة عيد الغدير وتعميم هذه الفكرة واعتباره أو إقراره في البرلمان بأنه عطلة رسمية. يعني الموضوع في طرح هذا الجزء هو أولا فيه إثارة للنعرات الطائفية والفتن في العراق، فيه مخالفة قانونية، يجب أصلا على الحكومة والقضاء أن يحاسب من يروجون لهذه الفكرة. النقطة الثانية، هذا الاعتقاد بحد ذاته هو لطائفة معينة في المجتمع العراقي، تعميمها وإقرارها كعطلة رسمية معناها نسف بقية الاختلافات المذهبية أو الطائفية الموجودة لدى بقية الطوائف. يعني السنة على سبيل المثال لا يؤمنون بأنه ما تم في يوم الغدير هو تنصيب للإمام علي عليه السلام، في حين هناك اعتقاد لدى جزء من الشيعة بأنه هناك كانت لحظة تنصيب للإمام علي بأنه يكون الخليفة. هذه الجزئية الخلافية التي تنسف عقيدة الآخر مطروحة الآن وبكل صلافة من بعض من يتبوؤون الآن مناصب إن كانت سياسية أو إن كانت اجتماعية أو إن كانت حزبية وغيرها، ويحاولون فرضها بنظام البلطجة على بقية المجتمع العراقي وطوائفه وانتماءاته. لماذا لا نرى ردا حكوميا من الحكومة ومن القضاء على هذه الدعوات التي تثير النعرات الطائفية وتثير الفتن في المجتمع العراقي؟ أستاذ محمد أرجوك أعطيني مجال خلينا أوضحها. الفكرة يعني بقى سيد عبد الرزاق، أنا أرجو المعذرة منك لأنه هسه وصلنا ويا حضرتك إلى 8 دقائق بالاتصال. أنا بس أريد باختصار هذه الموضوع واضح، أريد ليش ما يتخذون الحكومة قرار يرد على هذه الدعوات المثيرة للفتن؟ أخي شوف أستاذ محمد، اليوم الشيعة قبل غيرهم الناس اللي عندهم وعي وإدراك للمرحلة اللي يمر بها البلد، أخي ما يعترفون بهالشمال مسائل. إحنا دا عيد غدير غير من المناسبات الدينية، هذه ما تفرض يعني على 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 كل المواطنين. إحنا اليوم كشعب ما نقبل بهذا الشيء، ما نقبل. إحنا عيادنا محدودة، هي محددة، هي العيادة الرسمية. أما فرض يسموه هذا فرض إرادات، أخي فرض إرادات من ناس عقولها متشتتة، عقولها محجمة ومغيبة بالإرث الخطر. يعني هذا الشخص اللي يريد يقر هذا العيد او يفرض على العراقيين، هذا عقله ما مضمحل استاذ محمد. هذا ما عنده ابعاد للمخاطر اللي هو جاي يقدم عليها. مجرد يريد يمشي رايه، انت في تمشي رايك كطبقه سياسيه او كفرد سياسي، ما تفرض علينا احنا العراقيين. احنا نعرف اعيادنا وعيد العيد الاعياد الرسميه نعرفها كل زين، اما تجي تفرض لي مناسبه هي اصلا ما معترف بها، لا احنا كمسلمين معترف بها، ومجرد هو راي انت تفرض علي وتسوي عطله رسميه، لا هذا غلط. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، انا اشكرك واكتفي بحضرتك بهذا القدر. الاجابه واضحه شافيه ووافيه لكل من تسول له نفسه بانه يعبث بالامن المجتمع العراقي، يحاول إعادة العراقيين إلى مربع الطائفية. هذا كلام من إنسان مواطن عربي عراقي مسلم قبل كل شيء وشيعي المذهب، يرفض هذه الأفكار المثيرة للفتن والنعرات الطائفية في المجتمع العراقي. كفى طائفية، السلاح الوحيد الذي تمتلكونه منذ 2003 إلى اليوم، الذي نجح معكم في فترة من الفترات، لكنه الآن وبفضل وعي العراقيين يفشل مع كل محاولة تسعون فيها إلى تفتيت هذا المجتمع مرة ثانية. نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من فقرات وننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة.
أهالي منطقة أم البنين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار طالبوا الجهات الحكومية بإنشاء أو تنفيذ مشاريع خدمية لمنطقتهم التي وصفوها بالمنكوبة، حيث طالبوا بتعبيد شوارع المنطقة وإنشاء شبكة للكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب وإكمال مشاريع المدارس المتلكئة. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذه المقاطع ثم نعود. الرحمن الرحيم. باسم أبناء منطقة حي أم البنين أحد مناطق خلف السريع في الناصرية، علما أن هذه المنطقة تصنف على أنها منطقة منكوبة تعاني الإهمال والتهميش من قبل الحكومات المحلية السابقة، وعلى الرغم من كونها منطقة نظامية وطابو صرف ولا توجد فيها عشوائيات وهي تفتقر لأبسط الخدمات، وعلى الرغم من كثافتها السكانية التي تسكنها إلا أنها لا توجد فيها مدرسة ابتدائية أو متوسطة، وتفتقر لأبسط الخدمات العامة من مجاري وتبليط ونقص في شبكة الكهرباء. وباسم منطقة حي أم البنين نمهل الحكومة المحلية أسبوع، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيكون هنالك تصعيد واعتصام أمام شركة المجاري لحين تحقيق مطالب أبناء منطقة حي أم البنين. ولي التوفيق. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. أهالي منطقة المحية في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار طالبوا بالخدمات المفقودة في مناطقهم، ومن أبرز هذه الخدمات هي إنشاء مركز أمني في المنطقة، إضافة إلى إنشاء مجمع ماء خاص بهم لتقوية المياه الواصلة للمنازل. بالإضافة إلى ذلك طالبوا بتعبيد شوارع المنطقة وإنشاء قسم خدمي في المنطقة ويجهز بكافة الآليات. لنستمع. نحن أبناء مدينة الناصرية منطقة الموحية إلى الحكومة المركزية والمحلية في ذي قار. نحن أهالي منطقة الموحية الأولى والثانية والثالثة ندعوكم إلى وقفة جادة لتوفير الخدمات في مناطقنا والتي تشهد توسع عمراني كبير، علما أن المنطقة تربط بين المدينة القديمة ومناطق التوسع الجديدة لمدينة الناصرية، وكذلك الطريق إلى أكبر صرح علمي في المحافظة جامعة ذي قار. وإيمانا منا بأن المطالب السلمية هي الطريق الحضاري الأفضل، نطالبكم بما يلي: أولا تبليط جميع الشوارع الفرعية وما تبقى من الرئيسية. اثنين بناء المدارس في مقاطعة 36 37 40. ثلاثة إنشاء مركز شرطة ودفاع مدني. أربعة إنشاء مجمع ماء خاص للمنطقة لمعالجة ضعف الماء في الشبكة الجديدة. خمسة إنشاء قسم خدمي للبلدية داخل المنطقة حصرا ويجهز بجميع الآليات. ستة التأكد على إزالة السدة الترابية الروف بين الجامعة ومنطقة الموحية بعد موافقة السيد وزير الموارد المائية على الإزالة. التأكد على أن يكون الاستثمار في المنطقة وليس على حساب المناطق الخضراء والخدمات الأخرى، وأن يخدم أبناء المنطقة في توفير فرص العمل. تغيير اسم المنطقة إلى حي الجامعة وتعيين مخاطير حصرا من أهالي المنطقة ويرشحون من قبل الأهالي، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب أعلى سوف تكون لدينا وقفة أخرى مطالب منطقة الموحية. طيب ننتقل مشاهدينا إلى مقطع آخر لدينا في هذا الموضوع. أهالي منطقة الحسين في محافظة ذي قار أيضا أمهلوا الجهات الحكومية 14 يوما فقط للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتوفير المياه أو الماء والكهرباء، حيث تعاني المنطقة من سوء الخدمات وترديها، فضلا عن إخلاف المسؤولين الذين جاءوها أيام الانتخابات بوعودهم أو نكثهم لوعودهم التي قطعوها. وأكد أهالي المنطقة أنهم يريدون أن تقوم الجهات الحكومية بإيجاد الحلول العاجلة والفورية
لمشاكلهم. لنشاهد. نريد نقول رسالة للمحافظ، لأن احنا ما عندنا محافظ. المحافظ يا دوب بس عنده واسطة يوصله ويجي. رسالة القائم مقام للحكومة الموجودة بالشطرة، أنا اليوم منطقة حي الحسن ناس جاويب، ناس أهل خيرة، ناس كنت أنتم مزعتوها بالألفين وإحدعش، فلشتوا البيوت التجاوز وطيتوهم قطع هنا، لا كهرباء بالدفعات، لا ماي، لا مجاري، لا تبليغ، لا أي خدمات. يا مسؤول يجي قعد هنا شدد عليهم وراح. النواب اللي ما خدموهم اللي يجون بيام الانتخابات انتخبني وهاي السوالف التعبانة وضحكوا عليهم وراحوا. عم الناس هاي الوراي يشوفونها ناس فقرة بسطاء، لا حرقوا ولا أذوا ولا قطعوا شارع. أستاذ حيدر اسمعني، القائم مقام مدير البلدية أعضاء مجالس المحافظة، الناس دولي بيوتهم على الشارع العام، راح يطلونكم مهلة أسبوع أسبوعين تقعدون وياهم تدزون عليهم. إذا تقول خطتهم بالأربعة وعشرين تعال سولف وياهم وطيهم ضمانات وقلهم يا بالأربعة وعشرين تنزل آليات وتنشملون، اعطوهم صورة حل، لأن بيوتهم على الشارع باشر عقبة لا طلعوا على الشارع وحرقوا راح يصير تصادم، راح يصير تجاوز، راح السواق ما ترحم، يجوز واحد يمر من السواق يطق له واحد مسدس. فهاي رسالة من منطقة حي الحسن للسادة المسؤولين، هاي الناس تستاهل خدمات، هاي الناس تعبت، تخيل الماي بالدفعات جاي يوصلهم. نشاهد الآن ونتابع ونستعرض أيضا التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كاظم الشمخاوي يقول: نطالب الجهات المعنية، المحافظ أو مدير البلدية أو القائم مقام، أن ينظروا إلى هؤلاء الناس الفقراء الذين ليس لديهم حول ولا قوة، بس الله عز وجل، ناس يسكنون خارج المدينة، منطقة منكوبة أو مهجورة من قبل الحكومة. لدينا تعليق كذلك من حسين الأكبري يقول: معكم ومع مطالبكم المشروعة. هناك تعليق آخر لدينا من منتظر طاهر يقول: مو يقولون وعد الحر دين؟ عادل حاشوش، انت مو اجيت زرت هاي المنطقة المنكوبة؟ وعدتهم بس تصعد للبرلمان تنزل آليات إلهم، واكو واحد هم رشح على مجلس المحافظة ما أعرف نسيت اسمه، هم وعدهم. هناك تعليق من الميرزا أركان يقول: رسالة إلى المحافظ، إلى محافظ ذي قار ونوابه، وقفتنا كأصحاب مطالب: واحد عمل تبليط، اثنين شبكة كهرباء، ثلاثة شبكة ماء، أربعة. ويطالبون أيضا بإكمال المدرسة الهيكلية، وعلى الحكومة الاستجابة إلى المطالب فورا. هناك تعليق لدينا من ناصر حسين يقول: ناس تستاهل وهذا أبسط حقوقهم. هناك تعليق أخير من علي العراقي يقول: أسبوعين هواي، المفروض أكثر شيء ينطون مهلة خمسة أيام. مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، هذا يقول الأسبوع المفروض ثلاث أيام ينطون فرصة، خلينا نقول هم يشيلوهم من بيوتهم غير. نعم. زين، البديل شنو هو هذا اللي يقول هسه هذا بالتعليق يقول خمس أيام كثير؟ شنو خمس أيام كثير؟ عمي هاي اكو ناس ماكو متونسه وناس شبعانه وما تدري بالجوعان شنو. يقول لك والله شلون هذا راح طلع من بيته، خلينا نقول او تعمير او تقول الحكومه وين هي الحكومه؟ نعم. يعني البارحه الحكومه ماكو، كلها تعزي 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 ايران تعزي ايران، بين غزه من يعزيها؟ غزه من يعزيها؟ هاي البارحه ماكو من 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 طلعت وانقلبت الدنيا من ابو الاردن، وكلها ناس مع احتراماتي لك ماكو ناس حيش السامع، مع احتراماتي لك وقناتك، ناس دجله، ناس يفنديه حيش السامع ماكو ناس ما تعرف بالدين وما تعرف بالاسلام. تمام، بس حتى ما اريد اطلع عن برا موضوعي، انا هسه حضرتك تتكلم عن الخدمات. السؤال هو سيد ابو عبد الله، الناس لما تنطي مهل للحكومه
اسبوعين ايه. 10 ايام اسبوع بكل المحافظات، الناس اللي دا تطالب وتقول وتهدد بانه هي راح تصعد راح تصعد، وتالي احنا ليش ما نشوف موقف عراقي جامع لكل العراقيين بحاله تظاهره اعتصام اضراب؟ يعني ما نشوف هذه الامور على نطاق واسع، دا نشوفها قليله في اماكن قليله. يعني الناس معقوله مرتاحه والامور بخير؟ لا مو مرتاحه، مو اكو ناس منافقه. طب شوف هسه بالانتخابات عندك افضل شيء انتخابات مجلس المحافظات مثلا رشحوا، خلينا نقول خلينا نقول مثلا بس هو ماكو نزيه، رشحوا النزيه ايش طببوا اثنين ثلاثه اربعه روح طبك يشتت لنا الاصوات، ما بيد واحد نزيه احنا. هذا العي طب انا سمعته من مرشح واقدر اقول لك اسمه شنو وعليه كتله تابع، قال انا يا انتخابات عمي انا حطيت بجيبي 45 مليون وطلعت. تمام تمام، وهذا كلام صحيح. يعني هم اصلا يعترفون، بس اريد اسالك تعتقد استمرار ازمات العراق ومشاكل العراق بسبب سكوت العراقيين؟ لا مو سبب سكوت العراقيين، سبب الفاسدين. ماكو من يجي يحاسبك ماكو هسه. يعني ابسط شيء عندك هسه المزارعين، ماكو الزارعين حنطه من حصد الحنطه يجي يحرق هذا الوسخ يحرق هذا، خلينا نقول البقيه مال السبن. والله امر وزير الداخليه، امر وزير الداخليه اللي يحرق يعتبره ارهابي. زين مو عندك من الداخليه يحرقونه يأذونه يكسرون اشو هذا المنتسب اللي عندك، ما حسبته ارهابي من يجي على مال المواطن. القصد نعم يعني هم فاسدين قتله مجرمين باعترافهم، لكن انه المواطن العراقي ما يطالب او ما يداعي او ما يشتكي او ما ينتفض ضدهم يطول من مدة المعاناة، يطول من مدة الأزمات الموجودة في العراق. غير المفترض بالمتضرر أن يداعي بحقه، أن يخرج ليعبر عن 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 غضبه بطريقة مثلا طبعا، وهي الطرق المشروعة. الإضراب عن الدوام هذا حق مشروع، قطع الشوارع والاعتصام هذا حق مشروع ومكفول بالقوانين والدساتير الدولية. طيب يعني احنا معناها اذا طول ازمتنا معناها انه العراقيين هم السبب. صحيح انا ايدك بهذا الشيء، بس العراقيين لا حول ولا قوه وما عنده سند. شلون يعني صح؟ انا واحد طالع الشارع مخليل التهمه مالتي موجوده، واكو صارت يعني هسه اكو شغلات اكو مشاريع مال الدوله من السبعينات حتى تبلش وعايز اشوف يعني ناس متنفذة على تبلشها ماكو وتبيعها سكراب. يعني اكو مشروع القضاء من الأقضية اكبر مشروع بالشرق الاوسط قبل يومين، انا شفت اشوف عيني تفتيش من جهة مليشيات. طيب. يعني انت مثل شارع شنو هذا مو مال الدولة؟ اذا باعتبار انه لا يوجد قانون يحمي المواطن ولا يوجد جيش او شرطة تقف بجانب ابناء الشعب، بل هي السلاح مسلط ضد العراقيين، اذا من الصعوبة الحصول على الحقوق في هذا البلد. استاذ العزيز هذول كلهم ضد المواطن. نعم. والمنتسب بالجيش او بالشرطه من يأذي المواطن هذا احتمال يكرموه او يرفعوه. صحيح. طيب انا اشكرك وقتي في معك بهذا القدر مشاهدينا الكرام. سيد ابو عبد الله من صلاح الدين. طبعا مثل ما تفضل ابو عبد الله، بقدر ما هي قد تقع الملامه على العراقيين بشكل عام، لكن ايضا يبرر كثيرون أنه كيف يمكن أن نواجه آلة القمع بالسلاح الحي كما حدث في تظاهرات تشرين، قمعوا وقتلوا ووجهت الأسلحة والرصاص الحي بشكل مباشر بهدف القتل العمد. هكذا كانت هي السياسة المتبعة والتي استخدمت في كثير من المواقف ضد المواطن العراقي الذي خرج ليطالب بحقه. إذن مواجهة عدو مدعوم دولياً، مدعوم من الولايات المتحدة التي يعني رفعوا شعار بأنهم ضدها وأنهم أعداء أمريكا، لا هم مدعومون من أمريكا صاحبة الإمكانيات وصاحبة القوة والنفوذ والآلة الإعلامية التي بإمكانها أن تشيطن أي مكان في العالم أو تسلط الضوء على أي قضية موجودة في بقاع الأرض كلها. النقطة الثانية، هناك تأييد للقتل والقمع الذي يحدث للعراقيين من قبل دول المنطقة، لأن وجود هذه الثلة الحاكمة كما يفسر كثيرون هي فيها منفعة كبيرة للدول المحيطة بنا.
هناك مصالح تسير، هناك بزنس، هناك تجارة متبادلة، هناك منفعة عائدة على البلدان التي ترى من ضعف العراق فرصة ثمينة ذهبية من أجل تنشيط وتدعيم اقتصاداتها أو توسعها في المنطقة. العراق ممر لإيران ولغير إيران يعني عبور المخدرات والسلاح والمقاتلين لبيعها المنتجات والبضائع الإيرانية وغيرها من الدول طبعا التي تبيع لنا. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. ناشط سلط الضوء على حقوق موظفي الدوائر الخدمية بكافة قطاعات الدولة وكذلك على حقوق المتقاعدين الذين يعانون من الحقوق المسلوبة منذ عام 2003 وإلى الآن. ويتساءل الناشط العراقي الذي سيظهر في المقطع بعد قليل عن مصير الأراضي التي خصصت لهذه الشريحة من المتقاعدين وموظفي الدولة، مؤكدا أن الأحزاب وميليشياتها سرقوا هذه الأراضي وكل حقوق المتقاعدين العراقيين وبقية موظفي الدولة لغرض الاستثمار والمنافع الشخصية. دعونا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. هذا الصد الأول وغير الصد الأول من الدوائر الخدمية وغير الخدمية، من الصحة والبلديات والعمار والموظفين المتقاعدين اللي طيتوا قرار بهم امتلاك أراضي سكنية. هاي الكذوبة بديتوا بيها من 2003 لحد هاللحظة. اليوم حقوق المتقاعدين وين؟ حقوق العمال وين؟ حقوق الصد الأول وين؟ حقوق التمريضيين وين؟ ما تقدرون تقولون ليش يعني خدتوها واستملكتوها وخليتوها عبارة عن استثمارات لكم ولعصاباتكم والميليشياتكم اللي حكمت العراق بالأكثر من 20 سنة. فاليوم حقوق المتقاعدين وعاد كل إنسان شريف متقاعد يخرج بثورة عالمية ضد هؤلاء الفاسدين. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث حذر ناشطون من تمادي سطوة المتنفذين، حيث لم تسلم المساحات الخضراء والأراضي الفارغة والأراضي التي تكون في واجهات الطرق من استيلاء المتنفذين عليها وتحويلها إلى مجمعات تجارية أو سكنية. وأكدوا في مقطع مصور سنشاهده بعد لحظات أن هناك مساحات في منطقة الموحية كانت خضراء وتم الاستيلاء عليها، مطالبين الحكومة بتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة هؤلاء المتنفذين. لنشاهد. يا الله، السلام عليكم. هذا الفيديو أريد يوصل لرئيس الوزراء. سابقا كانت لنا مطالبات مرارا وتكرارا من آفات الفساد اللي جاي تستولي على المساحات الخضراء وعلى واجهات المباني وعلى كل مساحة فارغة جاي تستولي عليها دول المتنفذين. سابقا طالبنا بهم اللي هم تابعين من تنظيم المدن وهيئة استثمار ذي قار والتخطيط العمراني، وبعدين تجي على رأسهم هيئة الاستثمار ذي قار، هيئة استعمار ذي قار مو استثمار، لأن صارت عالة على المجتمع. ما خلوا مساحة خضراء ومساحة فارغة ما استولوا عليها رئيس الوزراء. أنقذونا من هاي الآفات ومن هاي الجروبات، جروبات الغراف وغيرها، اللي قمنا نخاف حتى على منازلنا أنه يجي واحد يدق الباب يقول لك بيتك راح استثمار يا رئيس الوزراء، هيك وصل الحال. فنطلب من رئيس الوزراء بلجان رقابية نزيهة خلي تخلصنا من هاي الآفات وترجع لنا الأراضي اللي ما خلوا شبر بالمحافظة ما خذوه. اليوم أبناء منطقة الموحية يستغيثون بيك ويناجدون رئيس وزراء، لأن عندهم هاي المساحة اللي خلفنا مساحة خضراء أخذوهم وحولوهم مجمع تجاري، وبنفس الوقت هاي رئيس وزراء بداخلها خط ناقل مال مجاري وبنوا عليها مجمع ومحلات يبنون عليها. يا رئيس وزراء خلصونه ونقذونه. الناصرية انباعت تفصيخ، الناصرية تحولت طابق ثاني من الاستثمارات. يعني هاي الأهالي هذا شيء تابع لهم وتنفس لهم، بدل ما الدولة تنفذه وتوفر لهم، لا بالعكس تكافئهم وتاخذه الى تجاري، وكله تجاري وكل فائده ماكو شيء استثمار حقيقي. طيب نتابع الان التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. حسين الخيقاني او الخيكاني يقول: شنو من امكانيه يخليهم يستولون على هيك مكانات؟ لدينا تعليق من الخفاجي ناطق يقول: شيء طبيعي، احتمال حتى بيوتنا ياخذوها. هناك تعليق لدينا من فراس الصفار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، عافية استثمار، الله أكبر، عمي ويا من تحكي ما أعرف، والدليل الناصرية المنكوبة المهمومة المظلومة. محمد رياض الجنابي يقول: بيعت المحافظة بأبخس الأثمان. الحاج وفاء الخلف يقول:
عمي دائرة الاستثمار هذه حلقة كبيرة للفساد. شلون مجالس المحافظات كلهم سرقات وامتيازات، هذه ما تسمى بالاستثمار كذلك؟ وتقي العراقي يقول والله ما يخلون كل شيء على الأرض، كل اللي يبوقوا فرصة اجتهم وماكو رقيب. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. يستذكر العراقيون هذه الأيام الذكرى 11 لمجزرة جامع سارية، حيث حدثت هذه المجزرة بعد خروج المصلين العزل من صلاة الجمعة إبان التظاهرات ضد حكومة نور المالكي، حيث تم استهداف المصلين بعبوتين نسيفتين بعد خروجهم من الصلاة وفتح النار على الجرحى. وتجمع كل الشواهد أن قوات السوات كانت متواطئة بشكل مباشر مع الميليشيات التي ارتكبت تلك المجزرة، وأن تلك المجزرة هي امتداد لطائفية حكومات الاحتلال من خلال تجاهل السلطات محاسبة المجرمين وإدانتهم. دعونا نتابع هذا الانفوغرافيك. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.